छीने कोई सांसे मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तजा कोई चा بابا حطني بموقف كتير محرج. في شي عم يقطع قلبي، في شعور جواتي عم يقلي إذا غلطت بحق رابيل بكون عم بغلط بحق أبي. زين حاجة، بأي عصر عايش اليوم؟ شو هالحكي اللي عم تقوله؟ يعني ما بتعرف إنه لما الواحد بيموت ما عاد يحس بشي؟ خلص روحه بتطلع للسما وما عاد ترجع أبدا. رابيل، ضياء جاي يشوفك انتي، ما بده يشوف زين. يشوفني؟ بده دواء يعني؟ او ما يكون قلبك عم يخفق لشي حدا مثلا؟ الجهل عن جد نعمة، بس شوفك بتذكر هالمثل. كيفك؟ شو جابك؟ شو انت جنيت ولا طاع عقلك من قوة الصدمة؟ لا، عم حاول رجع عقلي وبطريقي حاول صحي اللي حواليه من اللي عم يصير. والله شكلها سيطرت عليك. مين قصدك؟ نيشال. نيشال، انا حذرتك انك تبعد عن نيشال، شكلك نسيت. هي عم تتقرب من الكل. عن جد أنا خجلان، شخص مثلك مهمل وما بيهمه حدا بخجل إنه يكون رفيقي وأنت ما خجلت؟ كنت بعرف إنك ما رح تفهم علي، لهيك أحسن لك تضل بعيد عنا. ضل بعيد؟ والله؟ أنا شايفك كيف عم تلعب بشرف عيلتك واحترامها بين الناس وبدك إياني ضل بعيد؟ مفكرني ما بعرف؟ بعرف كل شي، صدقني. وهلأ بدي أوضح الموضوع للكل يا زين، للخالق ولشان ولا مرتك رابيل وعمك أسد. بدك تستفزني، بدك تستفزني. انتبه على حالك كيف عم تتصرف. أنا ماني عم استفزك، بس لاحظ على حالك كل شوي تصرفاتك غلط بغلط يا رفيقي، وأنا تصرفاتي مسؤول عنها، بساوي اللي بدي إياه قدام الكل وما بنافق على الناس اللي وثقوا فيني مثل حضرة جنابك. فهمت؟ فهمت. روح اطلع من بيتي. نقلع رايح. يلا اطلع قبل ما خليك تندم. بس تطلع من بيتي لعد تفرجيني خلقتك. يلا نقلع رايح. خليني اقول لك شغله، انا ما رح اخذ اذنك بشي، انا رح اتصرف واعمل اللي براسي وبس. لازم يكون عندي حجة قوية لأعمل هيك خطوة، وإلا رح تاكل الناس وشي وتحكي علينا. أنت ما بتعرفي الشغلة مانا سهلة.
ماما شوفي ليش متضايقة؟ وانت من امتى بتهتمي وتسألي علينا وعلي مضايقنا؟ انت كل وقتك يا مع رفقاتك يا مع حفلاتك وطلعاتك برا، وحاسة انك نسيتي دراستك كمان ومهتمة فيها، كل يوم سهرة شكل وعم تسألي من شو مزعوجة؟ امتى بدك تعقلي وتحطي عقلك براسك؟ ماشي فهمت المحاضرة، خبريني شو اللي زعجك؟ ما بقدر خبرك باللي زعجني ابدا الا لما تكوني حاسة فينا. ما حدا بهالبيت عم يفكر فيني، وانا بضل شايلة همكم كلكم ودافنة حالي وانا عايشة معكم، بقتل حالي مشانكم؟ صرت بحس انه الاهل ما بيرتاحوا لحتى يموتوا عن جد، لانه المشاكل بهالبيت ما عم تخلص. قولي لي شو صاير. روحي روحي على غرفة ابوكي شوفيه، وامرئي على اخوكي شوفيه كمان، قومي شوفي لحالك شو القصة، بعدين اسأليني شبني لنشوف شو صاير. بابا شو عم يصير؟ انت مين سمح لك تفوتي على غرفتي وبدون ما تدقي الباب؟ مو شايفه رفقاتي؟ يلا اطلعي لبرا. ماني جاية لنحكي، وانتو يا شباب ضبوا غراتكن وتفضلوا لبرا وخدوا كل هالزبالة معكن. انت ما بتعرف انه بابا مريض؟ يلا لبرا بقى يلا. عدو عدو، شو بدك؟ مين مفكرة حالك لحتى تتدخلي بأموري؟ ها؟ أنا أختك الكبيرة، أنت نسيت كيف الواحد بيحترم أهل البيت؟ صار لازمك ترباية من جديد. بس لا تحكي ولا كلمة، أنت خليكي بحالك، أساساً مالك أختي. أنا ما بعترف عليكي. مو شايف رفقاتي؟ مو شايفتيهم؟ عغرفتك يلا روحي. بابا سمعت شو قال لي؟ شفت أمير شو عم يعمل فينا؟ ما عم يتصرف هيك غير مشان يزعجنا ويضايقنا. أنا رح أتبرى منك كل العمر، عم تسمعني؟ ما بيشرفني يكون عندي ولد مثلك بلا أخلاق، لك الابن هو اللي بيكون عمود البيت من بعد أبوه إذا صار له شيء، بس أنت أبداً ما فينا نعتمد عليك، ما حدا بيتمنى يشوف ابنه بهي الحالة أبداً. أنا خايف تبقى هيك كل العمر وتضل حسرة وغصة بقلبي لحتى موت وصير بالقبر. بفضل اتبرى منك لأنه ساعتها ببكي عليك كم يوم وخلص برتاح بالآخر. يلا اتبرى اتبرى، أساساً ما بدي يكون جزء من هالعيلة، ما بدي كل هالعلاقة من الأساس. كرهان حالي لأني من هالعيلة، أنا مخنوق وما عم بتنفس بسببكن أنتو. شو هالعيشة ما بتنحسب على البشر؟ لأنه شو ما عملت في مشكلة، إذا بموت في مشكلة. لك هي حياتي أنا، ليش ما عم بتخلوني عيشة براحتي؟ إذا حياتك مو يعني تعيش مثل ما بدك يا أمير، الحياة يعني تعيش مع الأشخاص التانيين ومشانهم. بس شخص أناني مثلك ما رح يفهم معنى هالحكي ولا رح يقدر قيمته. صار ما بيهمك غير تأذينا وتقهرنا، أبوك وأمك وأختك ورابيل. دير بالك، صدقني بالنهاية أنا بكون أبوك وما رح أسمح لك تتمرد علينا أكتر، عم تفهم؟ بكرة منشوف، هاي حياتي أنا ورح أعمل شو ما بدي وشو ما بيخطر على بالي. شو رح تعمل؟ قلي شو رح تعمل؟ بدك تتبرى مني؟ يلا عملها بسرعة، يلا يلا عملها، تبرى مني أعملها. إذا هيك روح اطلع برات البيت ولا بقى ترجع عليه. من اليوم أنا ماني أبوك وأنت مانك ابني ولا بعرفك. نعمل هون
ماشي أنا رايح، راح أترك لك البيت. بابا أمير رح يروح، لا تخلي. أي روح. أنا رح خليك تندم وتقضي عمرك عم تبكي علي. أمير لوين رايح؟ تركت البيت، ما عاد بدي أعيش بهالسجن. أمير وقف. أمير 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 بابا، أنا حاسس إنه في نار شاعلة جواتي، فكري بضل مشغول، ما عم يجيني نوم من لما تركتنا. أنا لازم أحترم رغبتك الأخيرة، بس قلبي ما عم يرضى يهدى، بده يعني اتمرد. حاسس في خلل، أنا ما عم انسى، ما عم تروح من بالي النظرة اللي طلعت علي فيها. بس لو تقدر تشوف الحالة اللي وصلت لها، حاسس حالي ما بفرق عن الحرامي. عم حس حالي أنا المذنب بكل شي عم يصير. شو ساوي بابا؟ أنا ضايع. زين؟ ليش إجا ضياء؟ ضياء قال لي إنه كان جاي مشان يشوفك. ماشي، إذا دق لك أو حاول يحكي معك، أنت تصرفي من عندك وحاولي ما تجاوبي بنوب. شو؟ دقيقة، كأنه سمعنا لك وعم يتصل. سلام عليكم ضياء، شو أخبارك؟ وعليكم السلام أختي رميل. بقدر حاكيكي بموضوع مهم؟ إيه تفضل. أصلاً أنا كنت ناطرة تليفونك لحتى نحكي. أنا شايفك كيف عم تلعب بشرف عيلتك واحترامها بين الناس وبدك ضل بعيد؟ مفكرني ما بعرف؟ بعرف كل شيء، صدقني. وهلأ بدي أوضح الموضوع للكل يا زين، للخالق والشاب ولمرتك رابين. أنت متأكد؟ شو في زين؟ فيك شي؟ لا ما في شي رابيل. خبريني شو كان عم يقلك ضياء؟ عم يقلي أخبار حلوة. أخبار حلوة؟ شو يعني؟ ما رح خبرك شي، أنا بدي خبرك قدام أمي وسوبيا مشان شوف تعابير وشكن منيح لما تسمعوا الخبر. يلا رابيل لا تخليني استنى، قليلي شو؟ تعرف بحب أمزح معك أحيانا، بعدين أنا ماني مملة مثل ما مفكر حضرتك،
ما رح أقول لك شوفي. نتعشى أول شي وساعتها بقول لك شو قال لي. أمير، شو عملت بحالك؟ ما كان لازم تتصرف هيك. أنت تركت بيت أهلك وتركت أبوك لحاله، ما بتقدر تلاقي أهل غيرهم قد ما دورت. ليش أهلي ما بيتركوني بحالي؟ ليش بابا ما بيفهم الوضع يلي عم أمرق فيه؟ خبرتهم شو بدي، لك أنا ما بدي منهم شي. طلبي بالحياة إنه يتركوني بحالي، بس لا، بيضلوا يحاسبوني كل الوقت. لك ما فيني أتحمل، أنا كيف بدي أعيش معهم؟ اللي عقلي ما عاد عم يجمع، بحبها كتير ومو قدران انساها. ما كنت بعرف انه حياتي رح تتحول لجحيم بعد ما تتركني وتمشي. حياتي هلا ما لها طعمة ابدا، حياتي سودت لدرجة ما عاد شايف حالي من كتر ما في عتمة. ما حدا حاسس فيني قديش تعبان، حاسس حياتي مثل أرض جردة ميتة، شو ما زرعت فيها ما بيصير فيها زرع ولا شي. ماني عارفان بابا ليش ما عم يفهم علي، ليش ما عم يوقف معي. الحب ما بيجيب غير الوجع والأسى، بتقول بتنسى بس بتضلك تتذكر. ليكو قلكن عندي خبر بجنة. وشو هالخبر؟ قولي. شو قول؟ رابيل شو عم تحكي؟ احكي بسرعة. رابيل قولي شو عندك؟ يلا رح قول. ضياء عم يطلب ايد سوبيا للزواج. شو هالتخبيصات؟ ليش هيك عصبت زين؟ شو هالحكي هاد؟ كيف هيك بيصير يعني؟ ليش يعني ضياء مرتبط بشي حدا؟ لا مو هيك. إذا ما أنه مرتبط وين المشكلة؟ بعدين ضياء شاب مثقف ومتعلم ومتربي كتير منيح، وحتى سمعت أهله طيبة والكل بيشهد. أنا مبسوطة كتير لأنه هو طلب إيد أختك. أنا رايح حاكي. زين شو مشكلته؟ شو صار لعقله؟ فيني أتوقع ضياء رفيقه لزين، يمكن عقله ما تحمل أنه ضياء يفكر بإخته سوبيا بهالطريقة. وين المشكلة يعني؟ تقدم لي بطريقة محترمة، الشاب فات من الباب ما فات من الشباك. شو نسيان حاله؟ كان يغازل البنات والشكاوي كانت تجينا على البيت. خلاص ضبي لسانك، هالحكي مو وقته، هذا أخوكي. مانك معقولة. زين هي سوبيا هي اللي طلبت. سوبيا ابني، انتو ليش هيك صواتكن طالعة؟ شو اللي صاير؟ على شو عم تتخانقوا؟ ما في شي امي، انا تأخرت، نحكي المساء. لسه ما افطرت. برأيك ما رح يعصب ابي بس يسمع اني اجيت وحكيت مع امير؟ ما بعرف كيف رح تكون ردة فعله. بنتي انت اعملي مثل ما عم بقلك انا وما تفكري بالباقي. لو كان ابوكي بيفكر بس شوي صغيرة ما كان تبرى من ابنه الوحيد وخلاه يضب اغراضه ويطلع من البيت. وين العدل بنتي؟ ليش عم بيعمل هيك مع أمين؟ لكان انت عليك تهتمي بأسد، وأسد بيهتم فيكي، ونحنا شو نعمل بالله؟ ألو، شو سمعت ضياء؟ انت طلبت ايد سوبيا للزواج؟
زيادة لمعلوماتك، رابيل هي اللي طلبت مني إني ساوي هيك شغلة. شو؟ أنت عن جد عم تحكي؟ رابيل طلبت منك تطلب إيد سوبيا؟ طبعاً هيك صار، اسألها، شكلك مو مصدقني. وإذا كان في عندك مانع، نحن فينا ننهي الموضوع، وإذا كنت موافق، أنا جاهز، بقدر أطلبها رسمي. بس أنا متذكر إنك كنت بتحبني شال، مو هيك؟ ومن كتر حبك ما كنت قدران تطالعها من راسك. كيف صار وغيرت رأيك؟ ليك زين، إذا عرفت حقيقة نيشان اللي اكتشفتها من فترة رح تعرف إنه أختك سوبيا بنت نظيفة كتير وبريئة، ما أنا مثلها. ونيشان رفضت الزواج مني، وأنا الفكرة براسي بدي أتزوج. فليش يعني؟ ليش ما بتزوج بنت شريفة وبريئة مثل سوبيا؟ إذا مانك موافق بنسى الموضوع كله وبنهي كل شيء مثل صداقتنا. أنا ناطر جوابك. لا، مو مثل ما مفكر. أنا كان بدي أقطع الشك. وصداقتنا أنت اللي نهيتها بإيدك. بس إذا أنت بدك تنسى كل شيء، أنا مستعد نرجع كل شيء. رح نضل أصدقاء كل العمر. يلا خليني أتناقش معهم ومنقرر بعدها. إمتى بيرجعوا أهلك من بريطانيا؟ بدهم وقت، بس اليوم أنا رح أقلهم على التليفون، لا تخاف، هن رح يوافقوا، وأهلي واثقين باختياري لزوجتي المستقبلية. ماشي، أنا رح أحكي مع أمي وأختي بالموضوع وبعدين نقعد بنحكي. أنا بانتظارك. ماشي، يلا بشوفك. السلام عليكم، طمنيني عنك، كيف صحتك؟ لا تسأليني عن صحتي وحالتي، عين وصابت هالبيت، ما بعرف شو صار له. خير؟ شوفي، هاد أسد تبرى من أمير. ليش أمي؟ ليش لحتى يعمل هيك؟ أسد تبرى من أمير وقلعه، وأمير طلع من البيت. أمير ترك البيت وراح، ضب أغراضه ومشي، أخذ قلبي أمير وقال إنه خلاص ما رح يرجع على البيت أبدا. قليلي، ليش لحتى يقلعوا يا أمي؟ وضعه مانه مستقر، حالته تعبانة ذهنيا وجسديا ومانه مرتاح، وما رح يغير رأيه إلا إذا حكيت أنا معه. أنا بعرف كيف أحكي معه بهدوء ورواء، هو مضغوط من الصدمة اللي صارت معه أمي. إذا خلصتي فلسفي على التليفون حطي لي فطور. يلا 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 أمي، بحكي معك بعدين. اتصلي بأمير وكمان مع أسد، احكي معه وحاولي تهدي الوضع. أنا ما بقدر أعمل شي لأمير. لا تاكلي هم، رح أحكي معه ومع أمير، أنت لا تقلقي. مع السلامة. رابيل. نعم. هذا اللي اسمه أمير أنا ما بحبه أبداً، وما بدي تضلي تذكري اسمه قدامي أو بهالبيت، وما عاد بدي إياكي تروحي تشوفي شو ما كان السبب. فهمتي رابيل؟ ليش؟ شوفي زين، شو ما كان السبب عليك إنك تفهمي وتنفذي كلامي، احكي الحقيقة، جاوبي بصراحة وبلا لف ودوران. أنتي بتعرفي من الأول بقصة أختي؟ لا 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 تحاولي تتزاكي، لأنه ضياء خبرني بكل شي صاير. اللي أنت طلبتي منه يتقدم له لأختي. لا تكذبي، ما في داعي تلفي وتدوري، أنا بعرف الحقيقة كلها. زين، هاي سوبيا هي اللي طلبت. سوبيا! ابني، أنتوا ليش هيك صواتكم طالعة؟ شو اللي صاير؟ على شو عم تتخانقوا؟ ما في شي أبداً، أنا تأخرت، منحكي المساء. لسه ما فطرت. مع السلامة أخي. أنا حسيت إنك عم تخبريه عن موضوع زواج ضياء وسوبيا، وإنه هي اللي طلبت منك. هو
ضياء هو اللي قايل لزين هالحكي؟ ايه كتير منيح اذا هو اللي قايل له. انت لا تتدخلي بين الاخوة لانهم بيكونوا حساسين بهي الشغلات اللي بتتعلق فيهم، وانا ما بدي اياه يعصب من اخته لهالسبب، والا كل شي رح يخرب يا بنتي. هلأ مو انت اللي استلمت هاي القصة رابيل ونحن وكلناكي بكل شي؟ خلص حليها، يعني انت اختها، حلي هالموضوع بمعرفتك ولا تخبري زين، لأنه ما في داعي يعرف بكل شي بيصير معنا. حكي مزبوط؟ وصدقيني بكرة هن لما يتزوجوا رح ينسوا، ما حدا رح يهتم بالإصار. اتفقنا؟ ايه يلا قعدي بنتي خلينا نفطر مع بعض. شكرا كتير، قعدي كلي. أسد تبرى من أمير وقلعهم، وأمير طلع من البيت. أمير ترك البيت وراح ضب أغراضه ومشي. اتصلي بأمير وكمان مع أسد، احكي معه وحاولي تهدي الوضع. هذا اللي اسمه أمير أنا ما بحبه أبداً، وما بدي اياكي تضلي تذكري اسمه قدامي ولا بهالبيت، وما بدي اياكي تروحي تشوفي شو ما كان السبب، مفهوم رابي؟ وجاوبي بصراحة وبلا لف ودوران، انت بتعرفي من الاول بقصة سوبيا؟ كتير منيح انه هو اللي قال له انت لا تتدخلي بين الاخوة لانهم بيكونوا حساسين من الشغلات اللي بتتعلق فيهم، وأنا ما بدي إياه يعصب من أخته لهالسبب، وقال لها كل شي رح يخرب بنتي. وهلأ أنت اللي مستلمة هاي القصة، نحن وكلناكي بكل شي بخصنا. فكري منيح يا نيشان، اصحي بقى شو عم تعملي؟ يلي عم تخططي له اكيد رح يدمر حياه رابيل للابد، وبتكوني فجرتي قنبله بالعيلتين. شو ذنب امير؟ ليش كل هالقد بحبها؟ مو معقول كل هالشي عم يعمله أمير وكل هاد بس كرمال تصير رابيل تحبه. وشو ذنب رابيل إذا أمير حبه بهالجنان هاد؟ وإذا عرف زين كمان شو ذنب رابيل؟ وإذا صار له شي لأمير هي رح تكون السبب طبعا، هي السبب بكل شي. شو ما صار يصير أمير كان السبب بأنه رابيل تتزوج زين وتقهرني هيك، خليتينا كلنا نمرق بأوقات صعبة وتفرقت العيلة بسببك. أنت دمرتي حياتنا كلنا وحملتي حالك ورحتي، وبدك يعني اشفق عليكي؟ لا رابيل لا، أنت مانك بريئة وذنبك كبير، أنت المسؤولة عن كل شي صار. رابيل أنت الوحيدة المسؤولة عن كل خسارتنا ومصايبنا. السلام عليكم أمي. أهلين رابي، مبسطت كتير إنك إجيتي لعندي بنتي. بس أمي برأيك ما رح يعصب أبي بس يسمع أني حكيت مع أمير؟ ما بعرف كيف رح تكون ردة فعله. بنتي اعملي مثل ما عم بقلك أنا وما تفكري بالباقي. لو كان أبوك بيفكر بس شوي صغيرة ما كانت برا من ابنه الوحيد وخلاه يضب أغراضه ويطلع من البيت. وين العدل بنتي؟
ليش عم بيعمل هيك مع أمير؟ لكان انت عليك تهتمي بأسد، وأسد بيهتم فيكي، ونحن شو نعمل بالله؟ نيشال؟ خير؟ شبهها هي؟ وأنا ما بعرف شبهها. يلا، في شيء أهم، بدي أعطي أمير مصاري وجيب له شوية أغراض. لا تاكلي هم، ما رح نتأخر كتير. إيه، مثل ما بدك أمي. امشي. ليش هيك مكتئب زين؟ ما بعرف، حاسس إنه أمي وسوبيا مبسوطين كتير، وحتى إنه سوبيا رح توافق عليه ومبسوطة لأنه تقدم لها. وليش لا؟ الاقتراح مناسب لإلها، لازم تكون مبسوطة. بس أنت ليش زعلان هيك؟ معقول كله من شانه؟ لازم تكون مبسوط يا زين، أخيراً عدوك اللدود رح يصير زوج أختك فجأة. شو هالحكي؟ أنت شو عم تقولي؟ بعتذر. شوف زين، إذا عن جد مشي الحال وتزوج ضياء من سوبيا، هالشي رح يكون مفيد لإلنا. أول شي رح يساوي إنه يبطل يلحقني، وتاني شي ما رح يكون قدران يحكي علينا، ومنرتاح من همه إذا خبر رابيل، وهيك منكون ربحنا أنا وإنت وما خسرنا شي. وإنت كمان لازم تنبسط، هيك رح يبقى تحت أمرك كل عمره. ما بعرف، بس محيرني كتير هالتغيير المفاجئ اللي صار مع ضياء. أنا رح أقلك، أنت ما بتعرف رابيل منيح لسه، لأنها خبيرة بالتأثير على القرارات وغيرها. أول شيء أثرت على أبي وأمي وأمير وضلوا تحت تأثيرها، بضلوا ينادوا لها رابيل رابيل رابيل، وهلأ صار هدفها الجديد أختك سوبيا المسكينة، وبعدين ضياء، وأنت أكيد رح يكون دورك بعدهم. زين، رابيل عملتلكن غسيل دماغ على الأغلب. ليك مثلاً بس تكون معي بتقول إنك بتحبني بجنون، بس مانك قدران تاخد قرار، لا فيك تتركها وما فيك تكون معي أنا. وآخرتها لإمتى بدنا نضل هيك؟ لإمتى رح يستمر هالوضع؟ أنا كتير متوتر يا نيشال، وغير هيك وعدي لأبي عم يضل ببالي، ما عم يروح من تفكيري. وإلا رابيل ما كانت بتقدر تأثر علي أو تتحكم فيني. وشو من شاني؟ أنتي الوحيدة اللي بتسحريني، ساحرة كتير حلوة. شوفي كيف بضل راكد لعندك وبنسى كل شي. صحيح انت بتعرف وين رابيل، وين راحت ومع مين راحت؟ ما بدي حدا، ولا بدي شوف حدا. لا تحاولي، ما رح تستفيدي. خدي هاي المصاري، خليها معك، خديهن، ما بدي منهم شي. ما بدي مصاري، لك ما بدي أرابتكن، ما بدي أي شي له علاقة بهدوك الناس. بعدين شبه ما قلعوني وتبروا مني؟ هن ليش دايرين وراي؟ وليش عم بيساعدوني؟ ليش؟ ليش عم يبعتولي؟ خديهن معك رابيل، روحي ورجعي لهم المصاري، ما بدي منه شيء. يلا روحي. أمير، ما بيصير تحاسبهم. أمي شو دخلها بالموضوع؟ هي ما لها خاطر، بس مجبورة وساكتة بالغصب. أمير، هي الإنسانة
ما بيصير تحكم عليها هيك. وأبوك هلأ مزعوج ومعصب لهيك ضغط عليك يومين وبيروق، بس بالنهاية بيضل أبوك، إله حق عليك وما فيك تنكر هالشي أبدا. بس بكفي بقى رابي، بترجاكي أعطيتيني بالماضي كتير محاضرات أخلاقية، هالقرابة وهالمحاضرات كلها مزيفة، ما في شي منها صح، كلياتها كذب، عم تخدعوني حاجة بقى تمثيل، كلكن عم تكذبوا علي كلكن، لهيك ما عاد بدي حدا فيكن، ما بدي تربطني فيكن أي علاقة من هلا، خلصنا. أنا هيك مبسوط، وهلا يا ريت تروحي وتتركيني لحالي. يلا روحي. أنت غلطان بحقهم، وغلطان بحق حالك، وغلطان كتير بحق الناس اللي بيحبوك وبدهم إياك ترجع مثل قبل. الله ما عطاك الحياة لحتى تضيعها، رح تفهم هالشي عن قريب كتير. أنا رايحة. ماني جاي اسمع مجاملات وحكي فاضي. ليكي انا عم حذرك قدامهم يا نيشان، اذا بتدمري حياة رابيل وبتفكري تأذيها لو شو ما كان السبب رح كون واقف لك بالمرصاد، عم تفهمي؟ لك كيف يعني؟ نحن قررنا كل شيء. رو انت عم تخوفني، لا تعمل شيء، ما في داعي للقلق. لازم نقلق ماما، سهيل عم يخبرني انه سافر لعند اهله ع بريطانيا. لوين رايحة؟ ليش هالدموع المزيفة؟ زين طلع كل اللي سمعته عنك مزبوط يا رابيل، انتي لعنة كبيرة وبتدمري كل شي حواليك وبتجيبي الحظ السيء لكل حدا بتقربي عليه. मुश्किल हुआ दो जिस्म थे रूहें न थी मिलना अगर मुमकिन नहीं तू छोड़ दे इस हाल पर सुन ले मगर ये दुआ कोई चाहे